ورجعنا لكم وبداية فقرتنا. الأهلي خط أحمر مستعد للثلاثيات؟ مستعد للثلاثيات. قبل الثلاثيات هنروح لمباراة منتخبنا. يا نقول أهلا بيك. أهلا بيك يا أستاذ أسامة. هنفضل نرحب طول الحلقة بأهلا بيك يا أسامة. أهلا بيك يا فارس، وأهلا بمشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان. لازم يكون الدباجة دي موجودة. ماشي. طيب ماشي. أنت بتحب الجمهور جدا بس طبعاً. أنا برضه بحبه زيك. هنبدأ بمباراة منتخبنا قبل ما نروح لأحداث الباسكت اللي كتير منكم مستنين هنقول فيها إيه، والناس كانت بتبعت لنا قبل الحلقة، وإن شاء الله هنتكلم فيها نوضح لكم كل حاجة. ولكن في البداية مباراة المنتخب يا أسامة، فوز مهم جدا. المنتخب حقق اللي هو عايزه، تباين الأداء بين المباراة بتاعة كينيا والمباراة بتاعة جزر القمر، ولكن في النهاية أنت حققت اللي أنت عايزه من التصفيات، وقدرت تحقق أهدافك، وقدر منتخبنا يصعد في الصدارة، وده شيء مهم جدا على الأقل في المرحلة دي، لحد ما على الوقت الأطول نقدر نظبط شوية حاجات في المنتخب مش وقت الكلام فيها فنيا دلوقتي. خلينا نقول إن أهم مكتسب النهاردة من مباراة منتخب مصر هي فكرة مصالحة الجماهير، إن اللعيبة قدرت خلال شوط أول، هو يعتبر أفضل شوط تحت قيادة المدير الفني الكابتن حسام البدري، وطبعا نتيجة المباراة أيا كانت النتيجة كان منتخب مصر حسم التأهل من المباراة السابقة، فبالتالي بعد يعني إحباطات من الأداء أعتقد أداء المنتخب كان بشكل مثالي جدا وشكل متزن، وجماهير الكرة المصرية عجبها الأداء، وده اللي احنا بنتكلم فيه، إن الناس لما بتنتقد في بعض الأوقات إن الأداء مش على المستوى، لازم المسؤول يتقبل ده فارس عشان بعد كده نشيد بالأداء الجاي. دايما يا أسامة الجمهور بتاع الكرة وبتاع المنتخب تحديدا بيكون عايز يشوف المنتخب، منتظر نجوم محترفين، منتظر لعيبة من الأهلي، لعيبة من الزمالك، فبيعتمد إن هو هيشوف أفضل كواليتي اللاعبين داخل الملعب. ولكن لو بجد هنتكلم عن لاعبين قدوا ما عليهم، طبعا كل الشكر لكل اللاعبين بلا استثناء، ولكن لو بنتكلم عن لاعبين فعلا كانوا بيصنعوا الفارق في المنتخب، نقدر كمان نروح للاعيبه النادي الاهلي ونشوف. انت لما بتيجي تقيس لاعيبه المنتخبات دايما بتعمل حسابك ان الفريق اللي بيضم لعيبه من المنتخبات مؤثرين بيكون السكواد بتاعه قوي جدا. عايزين نقول مفارقه يمكن نحولها المسابقه، تدوروا معانا وحد يقول لنا اخر منتخب جاب 8 اهداف، الثمان اهداف شارك فيهم لاعبين من فريق واحد. ايوه، المنتخب المصري اخر 8 اهداف ليه شارك في الثمان اهداف ساهم فيهم لاعبين من النادي الاهلي. مهم جدا كمشجع اهلاوي تشوف الكواليتي اللي بقى عندك من النادي الاهلي. احنا بنتكلم عن مباراه توجو ثلاثيه، الثلاث اهداف قفشه سجل، شريف سجل، وايمن اشرف صنع لتريزيجيه. هنروح لمباراه كينيا، قفشه سجل. هنيجي للمباراه الرباعيه امام جزر القمر، عندنا قفشه صنع ثلاث اهداف ومحمد شريف سجل هدف. بنتكلم في 8 اهداف وشريف من اخر 8 اهداف بالظبط، لاعبي الاهلي مساهمين فيهم رقم مميز جدا خاصه جداً. كمان يا فارس ان لاعبي النادي الاهلي اللي بنتكلم عنهم طبعا محمد شريف او محمد مجدي قفشه، يعني حديثي العهد بالمنتخب ومشوارهم الدولي لسه في اوله، ويمكن احنا قلنا هنا من شهرين تقريبا، وكنت بوجه رساله لمحمد شريف، كنت بقول له ركز في الملعب هتكون ان شاء الله مهاجم مصر الاول. محمد شريف عنده امكانيات هائله، كل الدعم لمحمد شريف وطبعا كل الدعم لمجدي قفشه. لما نشوف يا فارس اخر 3 ماتشات لمحمد شريف مساهم في 3 اهداف، سجل هدفين وصنع هدف لمحمد صلاح. يمكن بعض الناس على زي ما حضراتكم شايفين 3 مباريات سجل هدفين وصنع هدف محمد شريف، ويمكن البعض اتكلم على وسائل التواصل الاجتماعي ان صلاح في حاله التسجيل الهدفين محتاج شريف يعمل له الاسيست هو مجدي قفشه. انت هتزعل جمهور ليفربول مننا، واحنا عايزينهم دايما يتالقوا ودايما يادوا بالمستوى ده. طبعا يا اسامه هنا احنا تحديدا قفشه ساهم في 5 اهداف في اخر 3 مباريات، ولكن احنا هنا تحديدا يا اسامه كان لنا دور مع قفشه، سعداء بيه، اتكلمنا بتاثير اللاعب، فكره اللاعب عايش على ظلال القضيه نسفناها تماما، واللاعب بيرد في الملعب. واتمنى لا ان شاء الله اذا كان بقى بنعتبر كل دي قاضيه من محمد مجدي بتوابع بالظبط. بالحقيقه محمد مجدي قفشه ايضا عنده رقم فريد اللي هو 5 اهداف خارج الملعب سواء مع النادي الاهلي او مع منتخب مصر،
وده رقم مميز لمحمد مجدي أفشة. الهلال السوداني فيتا كلاب الوداد المغربي في نصف النهائي، وكذلك مع منتخب مصر توجو وكينيا. أعتقد محمد مجدي أفشة بيقدم موسم استثنائي سواء على مستوى النادي الأهلي أو على مستوى منتخب مصر. أعتقد اتكلمنا عن محمد مجدي أفشة كتير ويستحق الإشادة، أفضل لاعب في آخر جولتين في دوري أبطال أفريقيا. الأهم كمان أن محمد مجدي أفشة بقى عنده قدرة على الاستخلاص والضغط في المناطق الأمامية، لو اشتغل عليها أكتر هيكون فارق جدا 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 سواء مع النادي الأهلي أو مع منتخب مصر. واعتقد شفنا ده في الهدف اللي صنعه بسهوله ويسر لمحمد شريف. اعتقد يا فارس كل التوفيق لمنتخب مصر، نتمنى اداء الشوط الاول ان هو يكون ده الاداء الفعلي لمنتخب مصر، وان كلنا طبعا سواء اهلاويه او زملكاويه في النهايه كلنا نتمنى ان منتخب مصر يكون منتخب يليق بوضعه ضمن افضل 100 منتخب في العالم، ترتيبه 30 من حيث القيمه التسويقيه، فبالتالي المفترض انت تكون اقوى منافس على دوري على بطوله امم افريقيا. طبعا وان كان رقم 30 من حيث القيمه التسويقيه مرتبط بمحمد صلاح اكتر منه الافريج بتاع اللاعبين، ولكن لازم نذكر الجمهورنا بقى بمباريات النادي الاهلي المقبل عليها عشان خاطر نبدا نفكر الجمهور بالمباريات الهامه جدا اللي راجعين عليها. ابريل عندنا 8 مباريات، ضد المريخ 3 ابريل، سيمبا 9 ابريل، والنصر في كاس مصر 14 ابريل، ضد الزمالك 18 ابريل، مباراه هتكون مهمه جدا، ضد سموحه في 21 ابريل، انبي 24 ابريل، والمصري 27 ابريل، والجونه 30 ابريل، 8 مباريات في شهر. ويعني نقدر نقول اجنده الاهلي مزدحمه جدا يا اسامه، وجزء كبير جدا جدا من حسم ترتيبك في مجموعه افريقيا او من حسم الدوري في رايي هيكون في شهر ابريل. 8 مباريات في شهر، منهم كمان سفريه للسودان خارج الحدود، فبالتالي يعني كان الله في عون لاعبي النادي الاهلي والمدير الفني للنادي الاهلي، ونتمنى ان شاء الله اننا نخرج من شهر ابريل بثمان انتصارات باذن الله. هدفنا الاول هو فكره تصدر المجموعه، عندنا ماتش المريخ ثم سيمبا، ثم بعد ذلك عندنا مباريات قويه سواء في كاس مصر ثم الدوري العام، حتى بين مباراتي القمه النادي الاهلي هيكون مضغوط اكتر من الزمالك، هيلعب 6 مباريات في حين ان الزمالك هيلعب 5 مباريات فقط لا غير، لكن كل التوفيق للنادي الاهلي، ان شاء الله الاهلي قادر وباذن الله نحقق الثمان انتصارات في شهر ابريل. نروح بقى لموضوع الساعه وحديث الساعه والكلام عن فكره مباراه الباسكت بين الاهلي والزمالك اللي كانت حديث الساعه من امبارح للنهارده. بالظبط حديث الساعه زي ما قال اسامه هي احداث مباراه السله بين النادي الاهلي ونادي الزمالك. اللي بيحب الافلام هيتفرج معانا على جزء سينمائي في كل حاجه، في تراجيديا، في دراما، كمان في نوع من انواع الكوميديا والفكاهه. هنبدا معاكم من حيث انتهى الاتحاد المصري للباسكت، ونروح بيكم فلاش باك نشوف ليه وصلنا للقرار ده. قرار الاتحاد المصري، قرار اجتماع مجلس اداره الاتحاد الطارئ بشان احداث مباراه الزمالك والاهلي في بطوله الدوري. اعتبار فوز النادي الاهلي بالمباراه وهزيمه نادي الزمالك، وتوقيع غرامه ماليه على نادي الزمالك قدرها 30,000 جنيه، نقل مباراه واحده لنادي الزمالك خارج ارضه. دي الحكايه انتهت على كده؟ ما اعتقدش. الناديين في تعقيبات حتى لو جهاز فني او بيان من نادي الزمالك، ولكن احنا وصلنا لقرارات دي ازاي؟ ده اللي انتوا هتشوفوه معانا زي ما قلنا بعين السينما، هنشوف مين قدم دور عامل ازاي، ومين كان هو البطل في المشهد، ومين اللي ادعى بطوله غير حقيقيه بالمره. خلينا ناخد من اخر قرار ونوضح ان القرار ده من وجهه نظرنا هو فيه ظلم وقع على النادي الاهلي، او بمعنى اصح تم احتساب نقطه لنادي الزمالك دون وجه حق، لان احنا بنشوف ان القصه دي تحتسب انسحاب. ليه بقى نفهم الكلام ده وليه بنقول احنا الكلام ده؟ لان لو رجعنا من بدايه الموسم والاتحاد المصري لكره السله وهو بيبعت مواعيد مباريات الدور الاول، كان في ملحوظه مهمه جدا اتكلم فيها، وهي على كل نادي الالتزام بالاجراءات الاحترازيه الصادره من وزاره الشباب والرياضه ومن الاتحاد المصري لكره السله، مع عدم تواجد اي فرد غير الاجهزه الفنيه ومجلس اداره النادي فقط لا غير. دي كانت ملحوظه مهمه ورساله اتبعتت لكل الانديه، لكن عشان نكون برضو بنتكلم كلام منطقي ومفهوم للمشاهد احقاقا للحق، بعض المباريات كان بيكون فيها حضور لبعض الجماهير.
الموضوع عدى حبي لغايه لما جت مباراه، هي مباراه يا فارس الزمالك وسموحه، حصل هنا تغير في القرارات. حلو جدا. يبقى اللي انت قلته يا اسامه ده بروتوكول، اتقال بروتوكول الخاص بالمسابقه في عدم الحضور، البروتوكول المتبع الذي لم يتبع. يبقى كلنا اتفقنا على قاعده غير معلنه ان احنا بنخالف البروتوكول، فضلنا ماشيين زي ما انت قلت لحد ما وصلنا زي ما اسامه قال لكم لمباراه سموحه. سموحه ومين؟ والزمالك. ايه اللي حصل في المباراه اللي على صاله الزمالك؟ نشوف جمهور الزمالك عمل ايه. لو شفنا الفيديو، جمهور الزمالك نزل الملعب حاول يروح للحكم، يقال ان حصل اعتداء على الحكم في مشهد واضح امامنا. إذن اللي مش واضح بقى امامنا ان احنا كاتمين الصوت، لان كان في سباب من جماهير نادي الزمالك لفريق سموحه في الصاله، وكان ده واضح جدا. طيب الموقف اللي كان فيه المشهد ده انتهى الى ايه؟ انتهى ان البروتوكول اللي كان غير متبع اصبح راح لقواعد جديده واضحه وصريحه من اتحاد السله، اللي حس ان المشهد اللي حصل ده واللي كلنا متفقين انه غلط يكاد ان يعصف بالمسابقه. القرارات كانت بتقول توقيع غرامه ماليه قدرها 30,000 جنيه على نادي الزمالك، وذلك بسبب دخول الجماهير والتعدي باللفظ على الفريق المنافس نادي سموحه، وذلك اثناء مباراه الفريقين في بطوله الدوري والتي اقيمت 19 مارس 2021. نركز عند التاريخ 19 مارس 2021، مع انذار النادي بنقل مبارياته خارج ملعبه حال التكرار. لن يسمح بدخول الجماهير لجميع المباريات، ويسمح فقط لأعضاء مجلس إدارات الأندية بخطاب رسمي من النادي وتفويض مراقب المباراة في حالة عدم التزام النادي بإلغاء المباراة في حالة عدم التزام النادي. طيب إذن هنا أصبح في قاعدة جديدة من يوم 19 مارس بتسري على تاريخ المباراة 19 مارس، القرار كان في 21 يا أسامة، هو ده بالظبط، بيتكلم في إن لا يسمح بالحضور غير أعضاء مجلس الإدارة بتفويض. إذن ما ينفعش نقيس أي أحداث حصلت في مباراة الأهلي والزمالك اللي كانت بعد 19 مارس لا، على ما قبل 19 مارس بالظبط، لأن قبل 19 مارس، لأن برضو إدارة نادي الزمالك بتقول أو لاعبي نادي الزمالك أو الأجهزة الفنية تعرضوا لمباراة الأهلي والزمالك يوم 5 مارس بالزبط. إحنا قلنا كان مفيش قاعده كده، وكان الجميع بيحضر الى ان كسر القاعده جماهير نادي الزمالك بالسباب لنادي سموحه. الاهم بقى بعد ما طلع القرار ده، كان في طبعا وعي حتى عند جماهير نادي الزمالك ان اي حضور مره اخرى في مباراه او اقتحام الملعب هيكون في الغاء للمباراه، وده اللي حصل تحديدا من جماهير نادي الزمالك. وحصل بعد كده ان حضر جمهور من نادي الزمالك لارض الملعب او الصاله بين الاهلي والزمالك. هنا نقطه مهمه جدا حابين نقف عندها، هي فكره ان البعض بيروج ان النادي الاهلي بيطلب ان لاعب يكون خارج الملعب او خارج الصاله، وده كلام طبعا كله كلام مش صحيح، وكلام من وجهه نظري كلام بيدغدغ مشاعر الجماهير، لان الحقيقه ان كان في جماهير موجوده في الصاله وزي ما حضراتكم شايفين، والنهارده حتى في قناه نادي الزمالك لاعب من فريق الباسكت بتاع نادي الزمالك قال لك للامانه احنا خرجنا جزء من الجماهير والجزء الاخر كانوا الاسر بتاعه اللاعبين الموجودين، وده طبعا زي ما قلنا مش موجود. المفترض اللي يكون متواجد فقط لا غير هو يا فارس اعضاء مجلس اداره نادي الزمالك وبتفويض. ده صور قبل وبعد، خد بالك يعني في صور كمان بعد المباراه عشان تنفي اللي انت بتقوله بالظبط، يعني الجمهور الصور اتعرضت قدامه ده بعد يا اسامه، عشان الحق لكلامك ان الجمهور ممكن يفتكر الصور اللي عرضناها طب قبل، كل ده بعد يا اسامه، كل الصور دي بعد المباراه. هو اساسا ان تصريح النهارده لاعب بالظبط لاعب السله النهارده اساسا بيقول لك ان كانوا فعلا موجودين. كنت بتقول حاجه؟ لا كنت بعقب على الصور. تمام، يبقى احنا كده كان واضح ان جبنا قبل وبعد. بس في نقطه مهمه، قول النقطة المهمة. لما اتكلمنا عن مباراة الزمالك والاتحاد، لما حصل جماهير، لأن البعض برضو من جانب نادي الزمالك بيتكلم، لما حصل جماهير تم إقرار أو إجبار نادي الزمالك بما أنهم موافقين على حضور جماهير الاتحاد بالتوقيع ذلك كتابة، ده أساسا في تأكيد على أن الموضوع
في مشكلة والزمالك هو اللي وافق كتابة، فأنت هنا مقتنع تماما ومدرك تماما إن اللوائح عاملة إيه واللوائح بتقول إيه، فما ينفعش تيجي تصدر لي بعد كده اللوائح في صورة لاعب كرة قدم كان بيحضر المباراة. طيب أسامة، إحنا قدام واقعة واضحة وصريحة، مين اللي تسبب في اللائحة اللي طلعت ويوم 21 مارس؟ جمهور الزمالك. طيب مين اللي كان موجود بأعداد ما تختلفش كبير قوي كتير عن الأزمة اللي حصلت في مباراة سموحة؟ برضو جمهور الزمالك. اختزال الموضوع في شخص شيء الجزء الكوميدي في الفيلم والمشهد اللي بنقوله لكم. مع احترامنا للجميع يا جماعة، النادي الأهلي هيعمل حساب لفرد أو مشجع أيا كان اسمه قاعد؟ أنا آسف، يعني اللاعب في لعبته هو لم يؤثر على النادي الأهلي ولم يحدث فارق أمام النادي الأهلي، إذن وهو قاعد في مدرج النادي الأهلي هيعمل ليه أي حساب فيما يخص شيء فني؟ يعني حتى الكلام مستوى التفكير فيه شيء هزلي، ولكن الواضح والصريح إن النادي الأهلي بيتكلم في قاعدة وشيء ومبدأ أسامة ما نقدرش لنا ولا أنت ولا أي حد عاقل يشوف إن النادي الأهلي عنده خطأ فيه. نروح يا فارس للتعقيب على الأحداث، لأن لازم نتناول الجانب الآخر خاصة لما يكون الجانب ده بيتناول النادي الأهلي في تصريحاته. طيب بما أنك اتكلمت على الجانب الآخر، نشوف كابتن خالد الغندور شاف المشهد إزاي ونرجع نعقب عشان عندنا كلام كتير. هو أنت حضرتك بتطبق لوائح ولا مستني حد يعترض؟ هو أنا غلطان أن أنا مؤدب؟ هو أنا غلطان أن أنا محترم؟ هو أنا غلطان أن أنا قلت خالد بيبو يطلع بره؟ هو ما قلتش كده؟ وانا غلطان ان انا اتعاملت باسلوب محترم ما رضيتش اطلع جمهور الاهلي من استاد الاهلي وحضرتك جاي ملعبي عايز تطلع جمهور؟ طب الجمهور طلع. لا، شيكابالا لازم يطلع، واوباما وحازم امام لازم يطلعوا بره، ويظهر الطيبه. الطيبه والاحترام ما بيجيبش العدل. ابحث مع الأهلي خط أحمر كام مغالطة اتقالت في عدد قليل من الثواني. أولا زي ما قلنا مشهد كابتن خالد بيبو كان معاه أمير عزمي مجاهد، كان قاعد جنبه في الصالة في المباراة الأولى بتاعت 5 مارس. 5 مارس بالظبط. أيوة، ما المباراة الأولى بتاعت 5 مارس. إذن ده رقم واحد، كان التعامل عادي جدا والنادي الأهلي سامح أصلا من ناس من نادي الزمالك تدخل. ده كان قبل القرار وقبل الأحداث. عشان أجيب واجتزئه وقارنه بموقف أنت تسببت إن اللائحة هتتغير فيه كفريق، إذن ده اسمه مغالطة. هنيجي للي بعد كده، الفكرة بتاعت التهديد بالاحترام. أنا أول مرة في حياتي أشوف حد بيهدد حد بالاحترام. لا يا جماعة، ما ينبغي أن تكون عليه أنك تبقى محترم، غير كده ملوش صفة، غير كده في كل الأحوال غلط. أنت ما عندكش الحق في الموقف. النادي الأهلي بيرد بمواقف واضحة ومواقف صريحة، والنادي الأهلي ما أنت مش بتمن عليه أن فلان كان حاضر أو مش فلان كان حاضر. فإذا موقف النادي الأهلي اتكلمنا فيه، لو شفنا الفقرة هي بترد. النادي الأهلي بيتكلم في حق مكتسب نتيجة لائحة أنت تسببت في تغييرها. المشكلة خلينا نتكلم بوضوح، أن البعض في وقت من الأوقات نتيجة الخروج عن النص والتصريحات والتهديدات واللي شفناه كتير جدا كان بياخد حق أكتر من حقه، فهنا اتعود على إن ياخد حق أكتر من حقه، فلما نيجي نتعامل بلوائح وقوانين هيظن إن حقه ده انتزع منه. ده المشهد بالظبط اللي بيتصوره الكابتن خالد الغندور. الكابتن خالد الغندور اللي كان أول المتضررين في وقت من الأوقات من الخروج عن النص، دلوقتي بيتكلم عن زمن العودة للخروج عن النص عشان أكتسب حقي مش حقي، لأن الاحترام مع لوائح وقوانين عند الكابتن خالد الغندور ظلم بين. دي طبيعة المشكلة اللي أعتقد مش هنلاقي لها حل على مدار السنين اللي جاية كلها، لأن من اعتاد على أنه ياخد حق أكتر من حقه مش هيفهم أبدا فكرة إزاي تطبق لوائح وقوانين. مش بس الكابتن خالد الغندور، ده فكرة دغدغة المشاعر واصلة لكتير جدا، لكل المسؤولين تقريبا أو لكل مسؤول في مكانه. نروح نشوف الفيديو ده ونرجع نعقب. كابتن حسيني، لا والله في جديد طبعا ان الماتش غالبا مش هيكمل، خلاص مش هيكمل، هتلغي، لان التعليمات من ادارة النادي الاهلي بان شيكابالا ولعبة الكرة تخرج بره الصالة. لما انا اطلع شيكابالا بره صالة نادي الزمالك ده يعني يعني انت واقف على شيكابالا؟ انت خايف تلعب الماتش عشان شيكابالا؟ يعني ده حاجه، دي حاجه اسمها كده في الرياضه ذوقيا وذوق وعلى الرياضه. احنا عايزين نقول
جماهيرنا لو مشكله شيكابالا. ماتش الزمالك اللي فات كان فيه امير عزمي مجاهد في صاله الاهلي وكان فيه خالد بيبو كان قاعد جنبه في صاله الاهلي كان جنب كابتن التعليم. القصه كلها ان شيكابالا يطلع بره الصاله. شيكابالا يطلع بره الصاله. التعليمات بفوق من اداره النادي الاهلي ان شيكابالا يطلع. خلاص الماتش اتلغى. الماتش اتلغى. الماتش اتلغى رسمي. وانا مش عارف يعني عيب 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 انت بتلعب في صاله نادي الزمالك قرار ده من مين الصاله؟ برايب المباراه طبعا لغى المباراه والنتيجه هتحدد طبقا واجتماع مجلس اداره اتحاد كره السله بناء على ما ما ما, ما حدث اليوم. ولكن اللي انا شايف كفايه تعنت مع نادي الزمالك. كفايه عيب ان انت اداره النادي الاهلي تاخد قرار في لعيب. يعني عيب اداره النادي الاهلي تاخد قرار زي دوت في وجود لعيبه الكوره. شيكابالا يعني شيكابالا كان طلع ماتش تعليمات صريحه جات لنا من مباراه شيكابالا ولعيبه الكوره تطلع بره. عيب عيب عيب. ده ما اسموش روح رياضيه. ودي يعني على زي ما بيطلق فرسان. انا مش شايف ان فيها فرسان خالص. شكرك يعني يا كابتن حسين بشكرك وطب. شكرا كابتن. اللي متابع سله وتاريخ السله هيعرف كويس جدا الكابتن الحسين سمير احد الاسماء اللي بتتردد في اناشيد الجماهير في المدرجات والحقيقه جماهير القطبين ومعروف بتصريحاته. كابتن حسين سمير شايف ان اللي بيحصل عيب وانت بتلعب في صاله الزمالك وبيصغر القضيه وبيحصرها في صوره لاعب اذا كان له رقم امام النادي الاهلي فهو الرقم القياسي للاعب في عدد الهزائم امام النادي الاهلي. اعتقد مش بس الكابتن حسين سمير اللي بيدغدغ كمان المشاهير، لا ده رئيس المنظومه الاعلاميه طبعا الاستاذ عمرو الدردير اللي طبعا كان بيجي معانا هنا ضيف بشكل كبير جدا خد نفس الخط بالظبط ان الاصرار على عدم خوض مباراه السله الا بخروج شيكابالا من الصاله لم اجد وصف له سوى بانه شيء مضحك. الحقيقي المضحك ان احنا نحصر قضية في شيكابالا. ماذا فعل كابتن الزمالك بهؤلاء لكي يتشرطون بأشياء ليست من شأنهم أو حقوقهم؟ تلك الأمور هي التي تزيد الاحتقان والتعصب ومن ثم يتهمون نحن بعقدة الاضطهاد لا تعليق. الحقيقة اللي بيزيد التعصب هو فكرة الجهل باللوائح وإننا نركب موجة الجماهير. نتمنى الأمور دي تتوقف. لا أنا عايز أقف عند جملة. ماذا فعل؟ ما انا اقولش شيكابالا بالجمهور رقم قياسي. لا هو فعل بصراحه جزء كبير جدا من ذكرياتي السعيده في السنوات الاخيره. ايقونه الحظ عند جماهير النادي الاهلي شيكابالا. احنا شاركنا فيها شيكابالا، يعني هو مشاركنا في الجزء الكبير جدا. لكن احنا برضو عشان شيكابالا مش عايزين ندخله في الموضوع، احنا بنقول للناس ما تدخلوش هو في الموضوع. هو تم استغلال شيكابالا للتغطيه على خطا كان واضح جدا. ولكن زي ما شفنا لاعب سابق في نادي الزمالك بيصرح بعقلية كانت بتتكلم بمنطق ايه. عندنا لاعب ايضا سابق بل اسطورة في النادي الاهلي في لعبة السلة كابتن طارق الغنام كان بيصرح ويقول ايه، والفرق مهم جدا في الفيديو اللي هتشوفوه. نشوف ايه السبب لالغاء المباراة. هل انتوا طلبتوا اخلاء الصالة وهل فعلا الكلام اللي اتقال اللي انتوا طلبتوا شيكابالا تحديدا يكون خارج الملعب؟ والله يا جماعة ما تخلوش الواحد يصدق العقلية. ربنا يكرمك. يعني انا مش هيبقى عندي مشكله مع اي حد خالص. انا عندي لائحه بتقول الماتش بدون جمهور بس. هو ده فلان ولا علان ولا اعتراض الكلام اللي اتقال عشان ما استنى بس عشان يبقى وجهه النظر الثانيه عشان ما حدش يقول. مصدق ان ده كلام ان هذا كلام يقال اصلا؟ قسما بايات الله حلفان على الهواء. الموضوع ليس له اي علاقه بشيكابالا. بس الموضوع بكل بساطه انا عندي لائحه والاتحاد السله هو اللي بعتها. عارفين كل المراحل اللي شرحناها في كل الفقره اللي فاتت دي 10 ثواني كابتن طارق الغنام الرمز الاسطوره لخصها. عندي لائحه موقف اداري ملوش علاقه بفرد. ده الفرق العقليه المنظمه من اللي اتعود يقول كلام مرسل عشان يكسب بطولات زائفه يعيش عليها سنين. عايز اقول حاجه اصلا صدفه. الفيديو ده بتاع كابتن طارق الغنام وفيديو الحسين سمير اللي هو الفيديو اللي قبله بيلخص اصلا القضيه. الكابتن طارق الغنام متواجد بصفته في الجهاز الفني للنادي الاهلي. الكابتن حسين سمير متواجد في الصاله بيعمل ايه؟ هل هو عضو مجلس اداره؟ الموضوع خلصان، القضيه خلصانه ومحسومه. ولكن في ظل كل ده طيب انت كزملكاوي بتدافع عن وجهه نظرك حتى لو انت شايف ان الحق هو ده واحنا شايفين ان ده مش حق واللوائح هي اللي تحسم الامر بيننا. لا لكن لما تكون بقى مراسل في قناه النيل للرياضه وتبدا تتبنى وجهه نظر نادي الزمالك لا لازم واقفه هنا. نشوف الفيديو ده لان ما كانش ينفع يعدي الفيديو علينا ده من غير ما نعاقب.
قرارات اتحاد كرة السلة برضو، لان هو يعني في حساسية ان الاهلي طالب ان ما يبقاش موجود جماهير، وان لو فرض فيه جماهير هيتم الغاء اللقاء. الان عمال يطلع الجماهير تخش ويطلع، هم الزمالك بيقولوا للماتش الاهلي كان فيه جمهور من اعضاء الجمعية العمومية وعدد كبير وكان موجودين والاتحاد موجود والناس موجود واحنا ما اعترضناش، وكابتن ياسر عباب قال كده على الهواء كمان. عايزين نقول لجماهيرنا لو مشكلة شيكابالا، ماتش الزمالك اللي فات كان فيه امير عزم مجاهد في صالة الاهلي، وكان فيه خالد بيبو كان قاعد جنبه في صالة الاهلي، كان جنب كابتن التحفيزات اللي كان فيه امير عزم مجاهد من الزمالك موجود ورا دكه النادي. لا انا بقول الماتش اللي فات ورا دكه الزمالك كان خالد بيبو، كان امير عزم مجاهد، وكان بعض اللعيبه في المباراه اللي فاتت. زي ما بنقول كده اعتقد هيبقى عنوان كبير شيكابالا يتسبب في الغاء مباراه في كره السله، وهيكون خبر غريب النهارده. لو شلنا صوره المراسل وحطينا لك صوره الكابتن الحسيني سمير، انت مش هتستغرب للي بيتقال، لان اللي بيتقال هي وجهه نظر الزمالك من حوار دي مقتطفات تم اعاده الجمله 4 مرات عن فكره ان الازمه هي شيكابالا، مع ان الازمه هي ازمه لوائح. مش ذنبي ان انا بطالب بحقي. وبالنسبه لمباراه الذهاب قلنا انها كانت يوم 15 مارس قبل القرار اللي طلع يوم 5 مارس قبل القرار اللي طلع يوم 21 مارس. نتمنى نكون وصلنا صوت النادي الاهلي ووصلنا صوت العقل والمنطق، واذا كان في حد استفاد من الواقعه دي فبالتاكيد نادي الزمالك اللي استفاد بنقطه هي من وجهه نظرنا مش من حقه، ولكن كل الحق مع النادي الاهلي في النقطتين اللي حصل عليهم، لان هي دي اللوائح، والمفترض ان الزمالك ما لعبش اي دقيقه في المباراه فيعد منسحبا وليس منهزما. نروح للقضيه ثانيه. وضحنا القضيه بشكل واضح، وانت قلت لو شلت الصوره، انا بقول لك لو شلت اللوجو هتحس ان القناه واحده. زي صح؟ صح. هنروح لقضيه، نرجع بقى بالزمن بعيدا عن كره السله، اعتقد كفينا وفينا، ولكن نروح بقى لموسم 71. موسم 71 كان الدوري تم الغائه. الفقره اللي بنتكلم فيها دي عشان بيتردد دايما خلفيه الغاء الموسم ده، والبعض بيشيل عده عوامل ما ينفعش تقيس الحدث بمعزل عن سياقها، عشان تبقى انسان متزن عقل بتقول رأي موضوعي زي ما هنحاول نعمل هنا، والحكم للمشاهدين. ثم عادة يا فارس بيستدعوا الموسم ده في أي مشكلة فيها أخطاء تحكيمية طبعا، أو أي مشكلة فيها علاقة بقرارات من اتحاد الكرة، أو أي مشكلة فيها علاقة بأشياء أخرى، فبيتم استدعاء الموسم ده على سبيل إن هم نعد موسم 71، موسم 66، جول حسن شحاتة الملغي وهكذا. فإحنا هنا بنقف عند كل قضية عشان نوضح برضه بصوت العقل وصوت المنطق ان الكلام اللي بتقولوه مش سليم. كابتن مروان كنفاني كان حارس النادي الاهلي. في المباراه دي حصلت لقطه تحكيميه تسببت في الغاء المباراه. لازم نقول ملحوظه مهمه، الموسم ده كان راجع بعد غياب الدوري لمده 3 مواسم نتيجه احداث وظروف كانت بتسيطر على اللعبة. 4 مواسم تقريبا. فإذا احنا بنتكلم في سياق لازم تقيس عليه الأحداث كانت حاصلة ازاي. نشوف كابتن مروان كنفاني قال ايه عن اللعبة، ونرجع نعقب ونسترجع معاكم مشاهد تاريخية تفهمنا سياق الواقع. نطلع ونشوف الفيديو. يوم ماتش الزمالك سنة 71 اللي حصلت فيه المشكلة، واحنا نازلين على ملعب في الاستاد، قال لي الله يرحمه، قال لي يا مروان خلي بالك الحكم ناوي عليك المرة دي. أنا ما كنتش عارف إنه الكابتن ديب اتعين للمباراة دي. فبيسألوني في التلفزيون على إيه رأيك الحكام المصريين والحكام الأجانب. أنا ما كنتش عارف إنه اتحاد الكورة قد اختار الكابتن. قلت انا قلت يعني انا افضل الحكم الاجنبي لانه الحكم المصري يعني كلام ما كانش لازم اقوله، يعني الحكم المصري يخضع لبعض الضغوط الجمهور او الباك رايت بتاع الزمالك مش فاكر مين هذا. جت احنا هجمنا عليهم، جت كل الكره فراح شاطها شوطه جامده يطلعها يعني من هذا. جت ما فيش حد عندي يعني النص بتاع النادي الاهلي ما فيش حد، حتى الحكم جاي بيجري ما كانش في النص، نطت الكوره بره الاريا وعليت. انا شفت انت عارف الجول كيفر بعينيه على الكوره مش على اللعيبه، شفت واحد لابس ابيض بيجري فنطيت طبعا رفعت رجلي. اي جول اي يعني اي جول كيفر بينط لازم
او اي لعيب بنط لازم الرجل الثانيه يقدم. كابتن الديبه الحكم، كابتن مروان كنفاني حكى الواقع، طالع بيمسك الكره فجاه لاعب اللي كان قريب من كابتن مروان كنفاني تسبب في ان الحكم حسب اللعبه ضربه جزاء. محتاجين نسمع شهادات اخرى عشان نعرف نقيم الواقع حصلت ازاي بالظبط. احنا هنروح للكابتن فاروق جعفر الطرف الاخر من القضيه اللي سجل ركله الجزاء، وهو بيؤكد ان اللي حصل مع او اللي حكاه الكابتن مروان كنفاني هي الواقع بالظبط. حارس مرمى في منطقته بيمسك الكوره بيقدم رجله بشكل طبيعي جدا. الكابتن الديبه اللي له تاريخ مع النادي الاهلي ويمكن تاريخ كمان في 87 88 مباراه المحله، لكن مش موضوعنا دلوقتي، قال ان دي ركله جزاء لدرجه ان هو قال ان كابتن حمد امام كلم لاعب الزمالك قال له اقع. يشوف الكابتن فاروق جعفر بقى وهو بيحكي الجزء من الواقع اللي بيؤكد كلام كابتن مروان كنفاني. وده كان مباراه سنه 71. انا شفت المباراه دي ان الزمالك بيلعب المباراه وكنا متعادلين 1-1. يعني تقدمنا بهدف وبعدين جه فينا هدف التعادل. الكابتن مروان كان عصبي جدا في المباراه دي طبعا، وكان حارس مرمى هو حد محترم جدا يعني جدا جدا يعني. وجد ضربه جزاء، كان الكره عملت بند في الارض، كابتن ميمي الشربيني سابها. انا فاكر يعني كانه دلوقتي انا قدامي السيناريو، كابتن ميمي البند، الكره عملت بند في الارض، كابتن ميمي الشربيني سابها لكابتن مروان. كان عندنا لعيب كابتن ابراهيم دسوقي كان مهاجم نادي الزمالك، ويعني فلقيت الكره عملت البند ده، فالكابتن مروان طلع ياخدها وراح حاطط رجله في ابراهيم. كان الحكم الكابتن ديبه الله يرحمه اسكندراني راح مصفر ضربه جزاء. سيبك بقى، الماتش ماشي عادي جدا ما فيهوش مشاكل خالص، وفجاه يتحسب ضربه جزاء. خلينا ناكد ان المباراه دي مش في افريقيا، ان المباراه دي مش في الثمانينات، المباراه دي في السبعينيات. والحقيقه الكابتن فاروق جعفر بيؤكد روايه الكابتن مروان كنفاني اللي كان الكابتن الديبه حكم المباراه متحفز ضده. الغريب مش انها ركله جزاء ادت الى شغب فاتلغت المباراه، لا، الغريب ان جماهير نادي الزمالك وبعض المنتمين لنادي الزمالك بيتكلموا ان الغاء المباراه دي ادى لالغاء الدوري اللي نادي الزمالك كان قاب قوسين او ادنى من تحقيقه. المباراه دي كانت في الاسبوع السابع بالنسبه للنادي الاهلي والتاسع لنادي الزمالك، يعني احنا لسه بنقول يا هادي في الدوري، وادي جدول الدوري موسم 71 72. بس عشان نكون امناء، الزمالك لعب 9 مش لعب 7، الاهلي هو اللي كان لعب 7، وطبعا كان واضح بشكل كبير جدا ان كمان الزمالك معاه المحله والاتحاد وبس، ادي 11 نقطه كل فريق والاولمبي 10 نقاط. فالموضوع لو هنتكلم في الغاء مباراه اوكي، حابب افكركم ان عادي جدا في 66 الموسم ده اتلغت مباراه برضو بخطا تحكيمي للكابتن صبحي نصير، وعادي جدا المباراه اتلغت والاهلي اتغلب 2-0 والدوري اكتمل عادي. لكن الاحداث زي ما فارس قال ان احنا كنا في اوقات حرب، وصل الموضوع للنيابه، ومش بس كده، ده كمان في نفس توقيت المباراه تقريبا يا فارس كان في المحله والاولمبي احداث شغب. مشابهه تماما بالظبط يعني. وكمان بعد بقى هنا مهم جدا الصوره دي، لان زي ما جبنا وقائع بتحكي اللقطه، تعالوا نشوف اصلا الصحافه كانت شايفه اللعبه ازاي. العنوان يا جماعه ده عنوان المنشيه، ضربه جزاء غير صحيحه افقدت الجمهور صوابه، يعني العنوان بيقر ان ضربه الجزاء غير صحيحه. جبنا روايه كابتن فاروق جعفر اللي من الزمالك وروايه كابتن مروان كنفاني عشان لو حد هيقول اصل ده هو اللاعب طبيعي يقول كده، جبنا حتى الصحافه قالت ايه، وجبنا السياق الزمني وجبنا الجدول. اعتقد ما خليناش اي حاجه تقدر تقول ان ده كله اتعمل عشان الزمالك يتحرم من بطوله الدوري، اعتقد رفقا بجمهوركم. لو عندنا اخطاء تحكيميه بقى تاريخيه، وبجد احنا عملنا فقره لو كان موجود فار في مباراه الاهلي والزمالك او مباراه القمه. موسم 85 كابتن شريف عبد المنعم في مباراة الدور الأول اللي فاز بيها النادي الأهلي 1-0 هدف كابتن علاء ميهوب. لو في فار أعتقد هنشوف التقرير ده ونشوف لعبة مهمة جدا كان ممكن يكون أو ألعاب قرارات كتير هتبقى. أو قرارات كتير فعلا. نطلع ونشوف الفيديو. الأهلي والزمالك حاجة كانت شرف لأي حد إن هو يبقى موجود جواها يعني. ف
فكانت عندنا اهميه كبيره قوي في التعامل مع هذه المباريات، لان المباريات دي دايما تبقى فيصل في تحديد بطوله. سنه 84 85 كان ليا الشرف طبعا ان انا اكون متواجد، وده كان بعد الحادثه بتاعتي. اتضربنا كتير قوي في الماتش ده. يعني مش عايز اقول لك، يعني انا وعلاء ميهوب وكل من كان اي حد بيخش يروح ناحيه عادل مأمور كان بينوم الحب من الحب يعني شويه كده كعيان رد فعل، فكان في عصبيه بتبقى موجوده وده بيبقى شيء طبيعي يعني. بس اللي هي توصل ان الحكم يشوف الكلام ده واهداف مش اوفسايد مثلا وما تحسبش، وبيبقى مجهود كبير وفي فنيات عاليه جدا في الاداء، حرام ان انت تتحرم من حاجه زي كده. انما لو كان في فار بقى وكنا هناخد حقنا وزياده، يعني هتلاقيني انا بحاول اقطع الكوره عشان مصطفى عبده عامل لي كوره عرضيه اخدها قبل ما تروح لعادل مأمور، الباك اصلا بيمنعني، وبعد كده انا اخش عشان اروح الاقي العمليه جاهزه بالنسبه لي في اصابه بالكوع. وانا مش يعني مش من اللعيبه اللي كنت بدعي الاصابه، يعني انا كنت لعيب اصلا ما لو هقع يبقى في سبب يعني. فكان كوع جميل قوي يعني، بس هو حبيبي كده كده عادل مأمور. يعني لما يبقى في تناغم بين اللعيبه وفي مجهود كبير وفي ثقه وفي سهوله في فهم الاخرين، يعني انا بقى بعرف امكانيات علاء ميهوب شكلها عامل ازاي، وربيع وعامر وكل الفرقه بتبقى عارفه امكانيات شريف عبد المنعم ايه. فتسليم الكوره والتسلم واللعب بالعينين والحاجات دي كانت من سمات الجيل ده. كنا لعيبه حافظين بعض كويس قوي ومحترمين امكانيات بعض كويس قوي. الحاله بتاعت مباراه غزل السويس دي كوم تاني خالص يعني. احنا كنا متقدمين 2-0 في المباراه دي، وتاني تايم نزلنا في اول ربع ساعه كابتن خطيب لعب لي سو باس، فراوغت عديت من اخر اتنين في الملعب ورحت على حارس المرمى، عملت نفسي هحطها، رحت مقعده ومرقصه، وانا جاي لقيت رزق جاي لي، الديفندر اللي انا مرقصه جاي تاني جري عايز يقطع كرة تاني، رحت مفوته تاني، راح رايح مع الجون في الناحيه التانية، ورحت حاطط الجون، جون مارادوني يعني، مش كل يوم بتتحقق الحكايه دي، وراجع وبرفع ايدي لفوق وايه جون ومش عارف ايه، وخطيب بيحضني وبرافو وشويه الاقي كابتن رزق شحاته كان حكم المباراه طلع لي انذار وبيلغي الهدف، واحنا مش فاهمين ليه، هو لغى على اي اساس؟ ولا في رايه اترفعت ولا في اي حاجه، انا مش عارف. وبعدين اللي جنني بقى الصبح افتح الجورنال كده الاقي استاذ اسماعيل باري في القسم الرياضي في الاهرام، عباس لبيب الاول قال انا لن اتكلم في هذا الهدف، ويطلع اسماعيل باري يقول المباراه والاهلي كان متقدم 2-0 وكان لابد ان يكون فايز 3-0، لان شريف عبد المنعم يحرز هدف عالمي جميل جدا، ازاي الحكم يلغي هدف زي ده، وازاي الراجل لا في اوفسايد ولا في اي حاجه، ويعني اشاد بالهدف. وشوف بقى ما يعني كاتب كبير زي اسماعيل باري وبيقول رساله للناس كلها ان لا في تعصب ولا في اي حاجه، هي دي الحياه اللي احنا كنا عايشينها الحقيقه. كان يجي الاستاذ ناصف سليم يقعد معانا هنا في النادي مع استاذ عبد المجيد نعمان فكان عندنا حاجات جميله قوي غير اللي بتحصل في الملعب بره الملعب كمان. ان شاء الله تبقى الفقره دي معانا بشكل مستمر، لان الاخطاء كتير، لو كان في فار ونوضح للناس مين اللي بيغلط او الاخطاء التحكيميه بتيجي على مين. اعتقد المباراه دي للامانه اتلغى فيها هدف للكابتن جمال عبد الحميد، بس كان قصاده كميه اخطاء للنادي الاهلي محدش بيذكرها، احنا بنذكر فقط الهدف بتاع جمال عبد الحميد. مباراه السويس اللي اتكلم عنها الكابتن طبعا شريف بتتكلم عن مباراه في دوري انتهى او تم حسمه بهدف اعتباري لصالح نادي الزمالك، هدف بس من دول او الهدف ده كان وجه الدوري للنادي الاهلي. اتمنى ان الناس تبقى شايفه كويس جدا ازاي النادي الاهلي بيتعرض لاخطاء تحكيميه. هنطلع فاصل، اوعى تروح في اي مكان، استنونا عشان بعد الفاصل الفقره المحببه ليكم. ورجعنا لكم في ريمونتادا ساخنه جدا، كابتن احمد الطيب بشعار ان عدتم عدنا. احنا اتكلمنا في حاجات تخص ليه جمهور النادي الاهلي الهاشتاج بتاعه كان مبرر، سكتنا الحلقة اللي فاتت ما اتكلمناش، افتكرنا الموضوع خلص، منتخب مصر بيلعب، كابتن
كابتن احمد الطيب مش قادر ينسى جمهور النادي الاهلي، بيسيب سؤال يخص منتخب مصر وبرضه بيتكلم عن النادي الاهلي. نروح ونشوف الفيديو. بعض الجماهير الاهلي يعني ممكن تكون فاهمه غلط، انا سمير كمونه كابتن. انا عارف يا كابتن يا حبيبي يعني موفق تملي وتملي كده، انت عارف يعني بيبقى في حد لازم يقول لك ده يذيع وده ما يذيعش، وده بتبقى موجوده في اي حته في العالم. عادي عادي جدا حبايبنا ومننا طبعا وعلينا المشكله، بس ان بعض الناس اللي بقالها يعني مقارب خاصه بتدخل العام في الخاص طبعا، وبيحولوا جمهور النادي الاهلي الى ان الموضوع اصبح حاجه شخصيه مش حاجه تخص كيان كبير ولا اخر. فواحد متضايق منك ليك كلمتين معاه مش حلوين، فيبتدي يرمي رميه كده ويسخن ناس وراها مع شويه لجان، هم نفسهم اللي بيقولوا على نفسهم عندهم لجان ووائل اخره. فتخيل من امتى جه الزمن اللي يتقال على معلق بلاش يعلق ويتعامل معرفش ترند ومش ترند والكلام ده كله. يعني كميه الاصرار على الاقحام نفسك في مشكله مع النادي الاهلي واضحه وصريحه. انت بتقول ان جمهور النادي الاهلي ابتدع فكره كانه بيعمل ترند بيتكلم على معلق، اولا ما لناش علاقه بغيرنا لانه شان خاص بجمهور الزمالك انه كان يعمل هاشتاج بيرفض فيها تعليق كابتن عصام الشوالي على مباراته، وده شان يخصه احنا. كابتن عصام الشوالي كان ليه وقع في مباراه الترجي وتعاملنا عادي لان الشيء فني. فاذا هنا في موضوع مش فني. اصرارك على فكره لجان دي بقت الاجابه اللي عند اي حد مش عارف يرد على اي حاجه، فيبدا على طول يصدر كلمه اصل دي لجان الكترونيه بتهاجمني. لجان الالكترونيه بتهاجمك ما اعتقدش تسبب لك الغضب ده. قبل كده قلت ان فوز النادي الاهلي بمؤامره بدوري ابطال افريقيا، لما قلت ان خساره الزمالك لو حصلت لافريقيا مؤامره، اذا المنطق بنفس الاستدلال يبقى فوز النادي الاهلي نتاج مؤامره. قلت على كابتن محمد الشناوي واستعرضنا لاعب عنده مشكله اخلاقيه وذهنيه. طيب تعالى بقى نروح لايه الوضع الحالي، يعني كمان في حاجات تانية بما انك انت مصمم ان جمهور النادي الاهلي بيتجنى عليه. خلينا خاطب الكابتن احمد الطيب نفسه، يعني الكابتن احمد الطيب لو هو بجد عاوز يقيم مكانته عند اي جماهير اي جماهير انديه ويحاسب او يحسن من علاقته بيها، المفترض يستبعد فكره اللجان ويشوف بجد هو ليه انا عندي مشكله مع جماهير النادي الاهلي، ليه واصل للناس ان انا على مشكله مع جماهير النادي الاهلي. هل يا كابتن احمد عشان انت زملكاوي ولا مش زملكاوي؟ نشوف اسباب مشاكل الكابتن احمد طيب اللي محتاج يراجع فيها تصريحاته، بعيدا بقى عن فكرة البوست والشير والكلام ده، لان قال بعض الناس بتعمل لي اكونتات مضروبة وحاجات من هذا القبيل، وهو عارف الكلام اللي بيكتبه كويس على الفيسبوك. والحقيقة انا اتمنى للكابتن احمد يراجع نفسه، بس نشوف الاول هو ليه جماهير النادي الاهلي واصلة مع الكابتن احمد طيب للحالة دي. نشوف الفيديو ونرجع نعقل. انت بتدي الواحد حقه بس بيتقال عليك متحيز. لو انا حيادي، الحيادي بيتقال عليه متحيز. طالما هتتكلم عن نادي الزمالك او تحكي عن نادي الزمالك اللي هو حقه كفريق متصدر وتحكي براحتك، بتبقى انت متحيز او انت متعصب او انت منتمي او انت زملكاوي. يا اخي انا زملكاوي، انا عضو في نادي الزمالك. انا عضو في نادي الزمالك على فكره، عضو عامل في نادي الزمالك انا واسرتي بالكامل. ايه المشكله؟ وانت بتعترف ان انت زملكاوي؟ انا اسماعيلاوي 100% وسويسي بلدي. الزمالك عندي اصبح يعني ضعف اضعاف 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 من مكان. انت عم يعني على فكره انت ليك حاله جوه جمهور نادي الزمالك، من حقك طبعا تعلن انتمائك، ونتمنى طبعا ان يكون في ثبات عليه. واوعى يا كابتن احمد تظن ان فكره ان المشكله ان انت ميولك او انتمائك للزمالك، لان الحقيقه كابتن حماده امام رحمه الله عليه كان معلق زملكاوي بينال الحب والاحترام والتقدير من جماهير النادي الاهلي، ومفيش اي مشكله ابدا. والجيل القديم اللي زي حالاتي اتربى على الكره في الاسبوع مع الكابتن فايز الزمر شديد الزملكاويه، راجل ينال كل الحب والتقدير والاحترام لدى جماهير النادي الاهلي. المشاكل يا كابتن احمد من تصريحاتك اللي بالفيديو اللي حتى وانت بتقول انا زملكاوي قدر يثبت عليها؟ لا خالص. كابتن احمد الطيب حسب الموقف اعلامي زملكاوي اكيد هقول ان انا عضو في نادي الزمالك وحب الزمالك تضاعف في قلبي وموسيقى خيالية في الخلفية،
ولكن لما نروح بقى لكابتن احمد الطيب لما قال ان حظوظ الزمالك كانت 70-30 نشوف برر ده ايه لما اتقال له انت بتقول كده عشان زملكاوي. نشوف الفيديو. وليش هرد لك الكابتن احمد الطيب؟ ليش هرد لك الكابتن احمد الطيب؟ لانه هو سبق وقال انني انتمي الى الثالثه شمال، واليوم كل الثالثه شمال فرحانين ببطوله افريقيا بكاس الابطال، والكابتن هذا لا يعني انتمائه هو ايضا للثالثه يمين، يعني يجب ان يفتخر كان بانه زملكاوي. الله، انا قلت لك ان انا، انت قلت ان انت اهلاوي، احنا هنا في برنامج فضفض، احنا بنحلل الكوره، انت اخترت كده خلاص، مالكش دعوه بغيرك بقى، مالكش دعوه بفلان تبع ايه ومش تبع ايه. ما كنت قاعد جنبي هنا وحلو زي الفل لما بعدت مالك. ولكن تحليلي حبيبي والله نفس الدرجة بتاعت حماس الشخص اللي بيتكلم ان هو عضو في الزمالك وحب الزمالك تضاعف في قلبه، نفس الحماس وهو بيؤكد ان موضوع مالوش علاقة ان هو زملكاوي، وان مين قالك ان انا زملكاوي، ولكن حسب الموقف. هو نفس الكلام اللي بيصور له مواقف تخص الجمهور ملهاش اي اساس من الصحة. خلاص خلينا نتفق ان الكابتن احمد زملكاوي باعترافه مع مذيع زملكاوي، لكن الحقيقه احنا قلنا ده برضو مش هو سبب المشكله، المشكله هي تبني وجهات النظر اللي بتكون خارجه عن المنطق. ومش عايزين نرجع لموسم 2011 بعد مباراه الزمالك والمقصه لما احتسب خطا تحكيمي لصالح المقصه، الكابتن احمد الطيب طلع قال خلاص الدوري انتهى، مع ان الاهلي والزمالك كانوا تساوي في عدد نقاط، وان الكابتن احمد الطيب ما شافش الاخطاء التحكيميه اللي استفاد منها الزمالك في الدوري ده. فده طبعا موضوع يخص او موجه الجماهير، مش كده وبس، في الدوري اللي هو دوري اللذيذ على راي الكابتن سعد عبد الحفيظ، الكابتن احمد الطيب كان له ايضا اراء مع موجه جماهير نادي الزمالك في فكره المؤجلات. نشوف الفيديو عشان نرجع نعقب. هل يصح او يصح ان فريق يؤجل له 8 او 10 مباريات لمجرد انه بيشارك في بطولات اخرى؟ يا سيد الفاضل، الدوري الانجليزي في البوكسينج داي بيلعبوا 4 ماتشات في 10 ايام، صحيح، وبيشاركوا في دوري ابطال اوروبا وفي كاس الرابطه والمحترفين، محدش قال انا عندي ضغوط، وبيسافروا ويروحوا وبييجوا. السفريات في افريقيا اطول، لكن طالما هي اطول وهتمشي هنا يبقى مشيها على هنا. طب ما هو الترجي حصل مع نفس الكلام، هي كانت ماشيه على الكل والله يا كابتن احمد، بس حضرتك اللي ما كنت شايف انها ماشيه على الكل. منطقي جدا لما يبقى النادي الاهلي عنده مباراه يوم السبت مع الاهلي والترجي، وعنده مباراه في الدوري مع الاهلي الاهلي والداخليه، البديهة يا كابتن احمد ان انا مش هلعب مرتين. موضوع 98 ده عملناه مره واحده لما لعبنا في القاهره وفي المغرب، مش هعمل الفرقتين انا يا كابتن احمد عشان بشارك في كل بطوله. فالطبيعي ان انا لما يكون عندي 6 مباريات يا كابتن احمد، 6 مباريات بتتعارض مع مواعيد 6 مباريات في دوري ابطال افريقيا، لازم طبعا اجل النادي الاهلي. لما يكون عندي، بالمناسبه هم 9 مش 8 يا كابتن، لما يكون عندي 3 مباريات بين دور الثمانية مع حريق نكري اللي بين المباراه الذهاب والاياب اسبوع، ما لازم اريح النادي الاهلي. واللي حصل مع نادي الزمالك، تعرف بقى انت يا كابتن احمد ان نادي الزمالك لما وصل لنهائي افريقيا، مش بتاعه القاضي مجدي قفشه، لا 2016، كان الدوري اتلعب منه 5 اسابيع، نادي الزمالك اتاجل له من الخمس اسابيع، لا خلينا نقول نادي الزمالك لعب من الخمس اسابيع اسبوع واحد فقط لا غير. النصر للتعدين، وكان اعلام نادي الزمالك بيطالب بتاجيل المباراه، يعني ما كانش عاوز يلعب. فعايز انت دوري بدا يوم 28 فات منه 15 اسبوع، النادي الاهلي بيلعب في دوري ابطال افريقيا والبطوله العربيه ومستعجب ان في تاجيل؟ ده اللي احنا بنتكلم عليه يا كابتن احمد، اللي بيوضح ان تصريحاتك مش منصف. لا ده هنا مش وجهات نظر زملكاويه بس، ده وجهات نظر بعض الزملكاويه اللي احنا عارفين ان دايما بيرددوا مغالطات. يعني كمان انت بتصنف نفسك مش بس زملكاوي، ده انت زملكاوي بتنتمي لمجموعه معينه من السلوكيات. بس كمان الفيديو اللي جاي ده لما تربطه مع الفيديو اللي قبله هتتاكد ان الموضوع لا يقبل مجال للشك ان كابتن احمد الطيب عنده مشكله مع النادي الاهلي. نروح ونشوف الفيديو. وكانت طالما في القانون وفي حدود المسموح به، وده اللي عمله نادي الزمالك، كانت ضربة معلم طبعا. طبعا يا احمد، الموضوع ما كانش سهل ابدا. ومن قسوته النادي الاهلي زعل من عبد الله السعيد وما استفادش منه. ودي كانت غلطه تاني للنادي الاهلي. نادي الاهلي نادي كبير ونادي محترف ويطبق الاحتراف، لكن تعامل باسلوب الهوايه مع هذه اللقطه او هذا الموقف. النادي الاهلي اللي تعامل باسلوب الهواه، ولا انت اللي قيمت الموضوع بعقليه هواه؟
طيب تعال نشوف ببساطة نادي الزمالك إيه اللي حققه مع اللاعب، مجرد صورة. طب النادي الأهلي حقق موقف تاريخي وموقف بتستشهد فيه في علاقتك باللاعبين بعد كده. اللاعب من ساعة ما رحل عن النادي الأهلي لم يحقق أي بطولات. النادي الأهلي بيحقق البطولات، الدوري والكاس، وبيحقق دوري أبطال أفريقيا باللاعب اللي كان بديل ليه في مركزه، اللي هو بيلعب أساسي عليه دلوقتي في منتخب مصر. إذن بعقلية المحترف، مين اللي استفاد من كل القرار على كل الأوجه؟ هل النادي الأهلي اللي تضرر ولا استفاد؟ أعتقد دي مش عقلية ولا تقييم الهاوي بس، ده عقلية وتقييم الحد اللي ممكن يكون عنده مشكلة فعلا حقيقة مع النادي الأهلي، اللي لا يمكن يوصف إدارته خدت قرار بقرار هواه. قرار محترفين من النادي الأهلي إن مركز صانع اللعب في النادي الأهلي حاليا نزلنا بمعدل السن. أعتقد لمجدي أفشة إن شاء الله مستقبل باهر في هذا المركز، دليل على جودة القرار والاختيار. لكن موضوع تاني للكابتن أحمد الطيب، وهو حصل فيه لبس، وأتمنى أنه يراجع التصريح ده تحديدا، لأن ما ينطبق على القنوات الفئوية لا ينطبق على القنوات الرياضية المصنفة قنوات محايدة. نشوف الفيديو ده عشان نزيل اللبس اللي عند الكابتن أحمد الطيب. غريبة على فكرة، حصلت قبل كده برضه الكابتن كريم وحبيبه وكابتن سمير وكابتن طارق، لو تفتكروا ان الكابتن اللي احنا دلوقتي بنترحم عليه وبنقول من اعظم المعلقين في تاريخ مصر، ما هو مشي من قناه النادي الاهلي لانه انتقد خط وسط النادي الاهلي قبل كده وقال عليه خط وسط الاهلي بطيء، ما اعرفش محمد شوقي ولا حسام غالي، مشوه من قناه النادي الاهلي. كابتن محمود بكر كابتن كان بيعلق، امال ايه، كان بيعلق في قناه النادي الاهلي ومشوه من قناه النادي الاهلي عشان قال كلام في انتقاد لخط وسط النادي الاهلي ومشي من قناه النادي الاهلي. كابتن عبد العزيز عبد الشافي زيزو الاسطوره احد اهم اللاعبين في تاريخ مصر النادي الاهلي، المسؤول في النادي الاهلي وبيحلل مشاكل النادي الاهلي، لما انتقد اداء النادي الاهلي قالوا له لا، يا تفضل في النادي يا تروح تحلل يا كده يا بس لزيزو. تخيل، والكابتن زيزو مشي من النادي الاهلي وفضل انه يفضل يقول الكلمه اللي هو عايز يقولها اللي ما فيهاش الا كل حب للنادي الاهلي لانه احد ابناء النادي الاهلي المخلصين، ولكن فيها وجهه نظر او انتقاد محترم لموقف فني معين. نزيل اللبس اللي عند الكابتن احمد الطيب. بالمناسبه رحمه الله عليه الكابتن محمود بكر اطول معلق كان متواجد في قناه النادي الاهلي، وبديهي جدا لما تكون قناه فئويه وبيتكرر فكره ان معلق المباراه لانتقاد اللاعبين وانتقاد المدير الفني، ما كانش موقف واحد كان اكثر من موقف، لان الكابتن محمود بكر كان بيتعامل على انه في قناه محايده وبعض اللاعبين بدا يحصل لها بعض الاحباطات، فبالتالي كان قرار قناه فئويه يحترم، لان انت المفترض بتدعم ناديك ان عدم تكمله الكابتن محمود بكر. اما اللبس الازيد من اللازم هي فكره الكابتن عبد العزيز عبد الشافي، لان الامر مش متعلق بمدى فكره انتقاد او عدم انتقاد، لان ده قرار في النادي الاهلي، بتعمل في النادي الاهلي، بتعمل في لجنه الكره، بتعمل في اي لجنه، انت في النهايه غير مطالب ان انت تعمل في الاعلام، وبيتحدد لك القرار وبيتحط قدامك الاختيار، ودي بتحصل كتير جدا وحصلت حتى في اتحاد الكره المصري مع الكابتن مصطفى يونس. وللامانه الكابتن طه اسماعيل بغض النظر ان هو كان متواجد في النادي الاهلي فتره، هو اختار الاعلام ومع ذلك علاقته طيبه جدا بمجلس اداره النادي الاهلي، وكمان بيكون في له دور ايجابي النصيحه اللي بياخد بيها الكابتن محمود الخطيب، واعتقد المجلس ولجنه التخطيط اعلنوها قبل كده. فاتمنى يا كابتن احمد يكون مفيش خلط للمفاهيم، واتمنى بجد ان انت تراجع نفسك وتطلع من فكرك حته اللجان، وتبقى عارف ان بالفعل جماهير النادي الاهلي لا تقاد يا كابتن احمد، جماهير النادي الاهلي بتحس كويس قوي بمين اللي عايز يوصل رساله معينه، فبالتالي القرار عندك انت لو عاوز تاخد خطوات او تكسب تاني ارضيه عند جماهير النادي الاهلي محتاج تبذل مجهود اولها تطلع فكره اللجان من دماغك. اعتقد ردينا ووضحنا، وكل ما يحاول البعض يصور ان جمهور النادي الاهلي بياخد مواقف مش مستنده لدليل، هنرد ونقول ان جمهور النادي الاهلي ما بيتحركش لمجرد ان هو بيحب او بيكره، ولكن عندنا فيديو مهم جدا بمناسبه المغالطات، الفنان المحترم هاني شاكر، عايزين نرد عليه في بعض المعلومات بسرعه بس رد موجز، ونتمنى يقف عنده ويسمعنا فيه. نطلع ونشوف الفيديو. الزمالك بيتحارب يا استاذ هاني، الزمالك بيتعرض لمؤامره من وجهه نظر سيادتك. طبعا وعلى فكره ومن فترات كده، يعني انا بلاقي ناس ساعات على اليوتيوب
بيقول لك انه يعني بعض المواقع الزملكاويه يقول لك ان في 2005 اعتقد يا احمد برضه نفس الحكايه الزمالك ما اعرفش اخذ 3 4 مرات الدوري وخد بطولات وغلب ما اعرفش ايه وعمل ايه فاتحل المجلس في 2000 وما اعرفش وكام نفس الحكايه دي ثالث مره اتحل فيها المجلس صحيح مع ان المره الوحيده اللي اتحل فيها مجلس اداره الاهلي مثلا الوزير هو اللي اتشال مش المجلس هو اللي اتشال. فنان المحترم هاني شاكر كان قبل كده الموضوع بالنسبه له لايت وطلع مع ابله فاهيتا وكان الموضوع فيما يخص حتى نادي الزمالك بهدوء يمكن الدنيا متوتره شويه وقال معلومات تخص نادي الزمالك عدد حل المجالس ليه اتحلت مين اللي جاء مين اللي انتخب الدوله كان موقفها ايه كل ده شأن زملكاوي ليس لنا ان نعقب عليه حتى لو في معلومات فيها خلط وفيها اخطاء كتير جدا هو يرجع لها ولكن فيما يخص النادي الاهلي الموقف واضح وصريح بدايه المعلومه ان الوزير رحل كابتن طاهر ابو زيد بعد قرار النادي الاهلي القرار كان بتاريخ 18 يناير 2014 وكابتن طاهر ابو زيد رحل في 25 فبراير 2014 مع تغيير حكومه المهندس الدكتور حازم الببلاوي بالمهندس ابراهيم محلب الموضوع ما كانش ليه اي علاقه بقرار النادي الاهلي اللي المجلس قعد فيه 70 يوم لم يتم الغاء القرار على لسان الوزير طاهر ابو زيد ولكن اتقال ان القرار تم تأجيل تنفيذه لحين عقد الانتخابات 70 يوم قعد المجلس فيه ورحل بالكامل وجاء مجلس ما فيهوش ولا عضو من المجلس اللي كان اتقال ان هو رجع ال 70 يوم دول اي استفادة وقعت على النادي الاهلي صفر مفيش اي استفادة وقعت على النادي الاهلي النادي الاهلي ما اعتقدش فيه اي مجاملة ليه احمد في الموضوع بص هي القضية كلها ان الكابتن او الفنان هاني شاكر حصل عنده الخلط وحتى يعني انا شايف ان في نقطة وقع فيها غلطة وندمان عليها هي فكرة خد مواقع أو بعض صفحات إن كل ما الزمالك بيحقق حاجة الموضوع بيكون فيه إقالة مجلس وده مش حقيقي برغم إن المجالس المعينة بتيجي تحقق إنجازات مع نادي الزمالك لكن عندنا رئيس نادي الزمالك الحالي أو رئيس اللجنة الثلاثية الحالي بيوضح ليه المشكلة دايما بتحصل ومفيش استقرار إداري في نادي الزمالك ده مش كلامنا ده كلام من رئيس اللجنة الثلاثية أتمنى الكابتن هاني شاكر يسمعه والله انا لو اتكلمت في حته عدم الاستقرار دي انا مش عايز اقول ان ده طول عمرنا حتى واحنا يعني واحنا مشجعين ليه يا فندم واحنا من بره ما اعرفش انا طبعا ليه اكيد دواعي انتخابيه 100% صراع كراسي يعني ده 100% يا فندم ما يبقاش الصراعات الانتخابيه وحضرتك عارف اساليبها ايه والكلام ده كله هي اللي بتؤدي لعدم الاستقرار طبعا 100% اعتقد تصريح واضح جدا من رئيس نادي الزمالك ويمكن استعرضنا قبل كده تصريح لعضو مجلس اداره سابق في نادي الزمالك عبد الله جورج وقال ان انا او المجلس الاستقرار اللي هو فيه بسبب عدم رفع قضايا فيه فالموضوع شان داخلي يخص نادي الزمالك لو نادي الزمالك بيطالب بالفعل باستقرار يا ريت يكون مفيش نزاع بعد الصراعات الانتخابيه اعتقد يا كابتن هاني او يا استاذ هاني شاكر وانا اصلا من البيك فان بتاعك انت محتاج تقول على التصريحات دي يا ريتني نشوفكم في حلقات جديده ان شاء الله من الاهلي خط احمر دمتم في رعايه الله نشوفكم على خير لكم محبتنا وسلامنا.